أول ما بلغت صمت بعضا من رمضان في السنة التي بلغت فيها. نعم. يقول السائل: أول ما بلغت صمت بعضا من رمضان في السنة التي بلغت فيها. نعم. ولم أكمل صيام الشهر ولا أدري كم مدة الأيام التي أفطرتها، وهذا قبل قرابة 10 سنوات، فما الواجب علي الآن؟ الأيام التي أفطرتها قبل البلوغ ليس عليك فيها شيء ولا تقضيها، ما تقضيها، إنما تقضي ما حصل بعد البلوغ، ما أفطرته بعد البلوغ تقضي، أما ما أفطرته قبل البلوغ من أول الشهر فليس عليك قضاء، لأنه ليس عليك صيام.